Hello, my dear student. Our lesson today about chemical compounds and reaction. In chemical compounds, we have acids that taste sour, حامضين بيكونوا طعمتهم. Bases that taste bitter, مرين بتكون الطعم مرة. In neutral that taste as a salt. طيب عندنا example على الأسد. Example على الأسد بالفود عندنا الفروت juices. Like مثل ما شايفين هون عنا الحوامض كلها الحمضيات هي عبارة عن أسيدز وهلأ بنشوف شو بيصير فيهم. عنا الملك عنا اليوغرت اللبن عنا الحليب عنا السوفت درينك كمان السوفت درينك يعني المشروبات الغازية مثل الكولا مثل البيبسي مثل السفن أب هو كلهم عبارة عن أسيدز. عنا كمان البطارية البطاريات هل بتشوفوهم أكيد أنتم شايفينهم هون هول البطاريات هن عبارة كمان عن أسيدز. عنا كمان ستومك بالمعدة في عنا الجاستريك أسيدز which is the stronger acid. بالبيسز فور اكزامبل اللي قلنا طعمتهم بتكون مره هول البيسز فور اكزامبل عندهم سليبري اند سوب تاتش لايك مثل هيدي الصابونه. الاكزامبل عليهم السوب اند ديترجنتس يعني الادوات التنظيف اللي بنستعملهم مثل ما شايفين هون والصابونات وسائل الصابون اكيد كلهم هو عباره عن بيسز. عندنا بالفود بنلاقي بيسز بالفود مثل الاويل الزيت والبيكنج باودر هيدي اللي بنستعملها لنا نعمل كيك كلكم شايفينها هاي. طيب عندنا هلا نيوترال اكزامبل على نيوترال الووتر والسولت المي والملح هو اكزامبل على نيوترال. طيب كيف بقدر ميز بيناتهم بلا ما ذوقهم؟ اكيد مش حفيه ذوق الديترجنت ادوات التنظيف حتما ما فيه ذوقهم. طيب شو بعمل شو بنقدر نعمل بالمختبر لنميز بين الاسيد البيس والنيوترال؟ بستعمل شيء اسمه ريد كابج انديكيتور هيدا ناتشرال انديكيتور بحضره أنا بالبيت فيه حضره أي واحد منكم بالبيت فيه حضره. كيف بحضره؟ بجيب الريد كابج ورق الملفوف بيغليهم وبيحصل على هيدا الزوم. هيدا الزوم اللي عنا إياه هو بيصير عبارة عن انديكيتور. شو يعني انديكيتور؟ انديكيتور يعني بدلني إذا حطيته مع الحامض بيتغير اللون بيفتح اللون بيعطينا لايتر بدلني إنه في عندي أسيد. إذا حطيته مع أدوات التنظيف بيغمق اللون بدلني إنه في عندي بيسز. إذا حطيته مع المي مع الووتر اللي هي نيوترال بيبقى اللون مثل ما هو بدلني إنه ما صار في تشينج إن كلر يعني هيدا نيوترال ما فيه لا أسيد ولا بيس. فإذا الإنديكيتور شو هو الإنديكيتور؟ إنديكيتس ذا نيتشر أوف كيميكال كومباوند يعني هو هيدا باستعماله فيه أعرف إذا عندي أسيد بيس أو نيوترال. طيب نحن حطينا هون كم دروب فيو دروبس أوف إنديكيتور which is ريد كابج إنديكيتور مع الأسيد طلعوا باللون كيف صار؟ فتح عند اللون وتقريبا اعطاني اللون على بينك زهر. هي مع الحمضيات نفس الشيء مع اللي عندي اياهم الاشياء اللي فيها مثل اللبن الاشياء اللي فيها اسيد كلها بتفتح عند اللون. So by using indicator if the color lighten اذا فتح عند اللون بعرف انه هيدا فيه اسيد. طيب اذا جينا مع الاشياء قلنا ادوات التنظيف عندنا هون بيرسيل حطينا فيه كم فيو دروبس اوف indicator قام غمق مع اللون. So مع البيس داركن ذا كلر ويل بي دارك. مع الووتر حطينا فيو دروبس ما تغير اللون ما بيتغير مع اللون نهائيا قد ما حط هي اللون بضل هو ذاته not change in color. So there is no change in color in case of neutral. There is darken in case of base and lighten in case of acid. طيب what do we conclude? We conclude that acid light up the color of indicator. يعني إذا حط إذا عندي أسيد وحطيت إنديكيتور اللون بده يفتح معي. بيسز داركن أب ذا كلر أوف إنديكيتور يعني بغمق عند اللون مع البيسز وهيك بقدر ميز بيناتهم بسهولة بدون ما أذوقهم. نيوترال داز نوت تشينج ذا كلر بضل مثل ما هو اللون مع المي ومع الأملاح. طيب هذا الأبلكيشن فإذا اللي حليناه استنتجنا منه مع الأسيد اللون لايتن بيفتح مع البيس مثل السوب اللون بيغمق مع الووتر نوت تشينج اللي هي نيوترال. إذا ركزتوا معي منيح حتقدروا تجاوبوا على هالأسئلة. أول سؤال عندنا إياه define indicator شو هو الإنديكيتور؟ نحن هون شو هو الإنديكيتور اللي استعملناه؟ ما تنسوا الإنديكيتور اللي استعملناه وكيف حضرناه بالبيت، فيكم تحضروه بالبيت أنتم، كثير سهل تحضيره، وفيكم أنتم تجيبوا كم إكزامبل من عندكم من البيت من هالأشياء موجودة بأي باب وتشوفوا لي إذا أسيد ولا بيس ولا نيوترال. السؤال الثاني بدكم تبعتوا لي بيكتشر فيها من عندكم من البيت أسيد بيس ونيوترال كومباوند found in your home، أشياء موجودة عندكم بالبيت.